بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة وبركاته ورحمة. فما خطأ منهجي في حديثنا عن الانتخابات؟ أعلم الظنون هي غاية، هي وسيلة للانتخابات، لكن الغاية هو الله. هل غايتنا تسبق وسيلتنا أم لا؟ المعنى اتبع الغاية تبرر الوسيلة. أعلى غايتنا الرضي، لكن كل وسيلة نخدمها بما فيها الملكية، نزور أمريكا ونخطب ودها وناخذ المال من الشرق ونعمل به وناخذ الناس ونشتري ضمائرهم وذممهم. هذا لا يجوز في الإسلام، لا يجوز، لا يجوز. أعلى لنا كلمة سواء نبلغ للناس، نقول الله سخط علينا ولا جدال في ذلك، فلنبدأ بإصلاح الذي بيننا، الأمر الذي بيننا وبين الله، فتحسن حالنا. وقت لا نظر إلى الله. عنده كلمة أخيرة، تقول الكلمة الأخيرة للدين. أنا ماذا رأيت؟ وقت اللي خلت مع أمي مواقع كبيرة، وريت اللي فما صرف، وريت فما من تشدد وتعجل وإساءة كبيرة كبيرة، قلت ماذا تخسرون؟ كل الناس يعلمون خلفيتكم أنها إسلامية، لكن ماذا يرون الإسلام الذي تجهرون به؟ يرون قطع يد وقعر المرأة وشهادة الزور والصعود على حضر الناس، هذا ما يرون فيكم. لذلك الناس يبغضوكم ودعمتم بغضهم، وهذا خطر عظيم يختم شؤون أعدائكم لا شؤون الإسلام. لم يرضوا بهذا أبدا، ولم يسمعوا لشبابهم أن يبقوا معهم اللحظة، بل أرهبوهم وكانت بيتهم رسالات خفية باش لهذا ينفض المجلس منهم باش أبقى وحدي. هكذا هكذا، وتكرر الأمر. وكان منهم إساءة لي بكلام لا يليق، قولي أنا جاهل، قولي أنا متخلف، قولي أنا مجنون، ألف حاجة عملوها. هل هذا شجعنا باش نكونوا معاها أم لا؟ أي ليش بدو نفسي؟ أي أن يكون عبد ربي ولا يستعبدني أحد أكبر، لأن اللي خلقني هو الله. اللي خلقني أنا اتبع رضا، اللي قال قل نعم سيدي، أنا طوع أمرك، وأنا من أتباع رسول الكريم عليه الصلاة والسلام. كلفني ذلك ما كلفني، فأعلم أنه لا يضرني ولا ينفعني إلا قضاؤك وقدرك، وأنت لا تظلمني، وأنت لا تحرمني، وأنت لم تقصر معي، أنت الذي علمتني، وأنت الذي آزرتني، وأنت الذي أطعمتني، وأنت الذي نورتني، وأنت الذي حميتني، وأنت الذي أنصرتني، وأنت جعلت خشيتك في قلبي خشية صحيحة فاعلة، وأنا متعدد بأمرك ورضاك وهديك، ولا أبتغي عنك بدلا. هذا الطريق يوصلني إلى القرب منك، وأنا من أطمع في ذلك القرب، فمن راد ذلك فيقول أنا معك يا أخي، وسيبارك الله تلك القولة، وسيكون عهد مع الله لا مع الأشخاص، وكان ذلك تكون يد الله هي الفاعلة، يد لا ترى ولكن هي الفاعلة. ليس هناك يد غير يد الله، لا يد خفية في الاقتصاد، ولا يد خفية في الحروب، ولا يد خفية في الفلسفات، ولا يد خفية في العلوم، بل كلها تحت يد الله. فمن أراد أن يكون من المفلحين في الدنيا والآخرة فليرضي ربه ويرضخ ليده الكريمة ويقول يا رب وفق لي ما تحب وترضى. ولا نحن لسنا أصحاب جدال، نحن نبتغي رضا الله، فلا ولا يلهينا أحد، نحن هنا لله وهناك لله، وما بين المنطقتين نور على نور، والسلام على من اتبع الهدى.